بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنين يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا، أي الله جل وعلا يشهد علي بما أقول لكم أنه صادر من عنده سبحانه وتعالى. فلو قلت عليه أو تقولت على الله جل وعلا لما أمهلني، بل سيهلكني ويأخذ بيدي إلى الجحيم لأني افتريت عليه الكذب، ولكنه أقرني على ذلك ليعلم صدقي، لأنه يعلم صدقي وأني لا أقول إلا حق. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يقال في سبب نزول هذه الآية أن ثلاثة من كفار قريش قالوا: لن نؤمن لك يا محمد حتى تأتيني بأربعة من الملائكة يشهدون بأن قولك هذا حق. فأنزل الله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فلو كنت كاذبا لما أمهلني، بل سيأخذ علي يدي على يدي بما كذبت عليه سبحانه وتعالى. فإقراره إياي وتأويده إياي على ما أقول دليل واضح على صدقه فيما أقول لكم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، شهيدا حال أو تمييز لما تقدم. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، عالم بما يصدر مني ومنكم سبحانه وتعالى. وهذا من اللف والنشر المرتب، حيث جاء السر أولا والعلانية ثانيا. والسر الخبرة، خبرة الله جل وعلا، والعلانية البصر، بصر الله جل وعلا. فعندنا اللف والنشر المرتب هذا، ومعناه أن أي ما حفظ، كل ما حفظ فيه المكتب، كل ما تكلم خطر فيه، ومعناه أن ما حفظ فيه المتكلم على ترتيب المعاني بحسب ورودها في النص. ومن ذلك فعل قوله تعالى:
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا لف ونشر ما هو مرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، السكون ماذا يحصل؟ الليل. ولتبتغوا من فضله، ما متى يحصل؟ النهار. وقوله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، بالليل سرا وعلانية جهرا نهارا. هذا لف ونشر مرتب. قوله جل وعلا في المشوش وأن المتكلم لم يأتي بالنشر على الترتيب ورود المعنى في أو أنه لم يلتزم بترتيب النشر وفقا للنص، ومنه قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أتى بالليل هنا أولا والنهار بعده، ثم تكلم عما يتعلق بالنهار وأخر النهار المتكلم به من ناحية الليل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، هذا متى يبتغى؟ هذا في النهار. ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذا في الليل، لأن القمر هو الذي يظهر فيه عدد السنين والحساب، وهو من آيات الليل. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لتبتغوا فضلا من ربكم، طلب الرزق في الليل أم في النهار؟ بل هو في النهار، والمتكلم عنه بدأ بالليل، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومن ذلك آيات كثيرة يذكر جل وعلا ما يتعلق بالأولى أولا. هذا لف ونشر مرتب. واللف والنشر المشوش هو أن يذكر ما يتعلق بالأخيرة أولا ثم يأتي بما يتعلق بالأولى ثانيا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبيرا، هذا يتعلق بالغيب والخبرة الخفية التي لا تظهر، والسمع والبصر. البصر هذا يتعلق بالعلانية، وقد جاء بها في التفسير قائلا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يعني محيطا بأعمالهم ظاهرا وعالما بأفعالهم، يسمع أقوالهم. فالسمع والبصر من باب الإظهار، والخبرة
والعلم من باب الخفاء. هذا هو اللف والنشر المرتب والمشوش. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقوله: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عليما بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل ورد أفضلية في جلوس المأموم حتى ينصرف الإمام؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يستحب للإمام أن ينصرف مبكرا حتى ينصرف المأمومون. يقول السائل: صلاة الضحى حين ترمض الفصال، متى ترمض الفصال؟ ترمض الفصال، تشتد حرارة الرمضة على الفصيل الواقف بجوار أمه، لأن الفصيل الصغير رجله لينة وليس له حاجز من حرارة الشمس، فإذا وقف بجوار أمه احترت الشمس على قدمه فيرمض، تصيبه الرمضة، والأم ما تبالي بالشمس لأن خفها متين ولا يؤثر عليه الشمس. يقول: أيهما الأول، الليل أم النهار؟ ومعنى قول الله: ولا الليل سابق النهار، هذا كل واحد يجيب عليه. أول سؤال، فقرة الأولى من السؤال، هذه الله أعلم بها، ما ورد فيما أعرف شيئا يبين أن الليل يسبق النهار وأن النهار يسبق الليل، فهما يتعاقبان. يقول: ما تفسير قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ ما معنى الوتين؟ الوتين عروق القلب. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول على الله بما لم يقل لأخذ الله جل وعلا منه بالقوة، أخذه أخذ قوة وعذاب، ثم لقطع قلبه عن جسده لأنه هو الذي يبقي الحياة. يقول السائل: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل هذا حديث؟ هذا الحديث صحيح، لكنه فيه الوعيد الشديد لمن تخلف وترك صلاة العصر كلية. يقول السائل: ما المراد بالنقص في قوله تعالى: وننقصها من أطرافها؟ وهل صحيح أن المراد بهذا النقص هو موت العلماء؟ قيل: المراد نقصها من أطرافها نقصا حقيقيا حسيا،
وهذا قول مرجوح. وقيل إنه بالموت موت الفضلاء، فإذا مات الفضلاء فقد نقصت الأرض. يقول السائل: نرى بعض الأشخاص في الحرم يدخلون مع الإمام في الصلاة ثم يصلون بمفردهم، لا يتابعون الإمام إلا في السلام، فما حكم صلاتهم؟ الذين يحضرون بالمسجد الحرام أو في غيره من المساجد ولا يتابعون الإمام، هؤلاء مخطئون وجهلة وظالمون لأنفسهم. يقول: ليس للمعتق عصبة بالغير، وما العلة؟ والبنت والغلام من صلبه. العصبة بالنفس هم المعتق، وعصبتهم متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، فعصبة العتق لا تنتقل إلى البنت ولا إلى الأخت، وإنما العصبة هم المتعصبون بأنفسهم، هذا هو الصحيح، ومن قال بخلاف ذلك فقد أخطأ. فلا يرث المرء إلا المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. المعتق ذكرا كان أو أنثى يرث المعتق، وأما العصبة بالغير والمع الغير فلا يرثون. يقول السائل: هل يجوز سماع المواعظ من بعض الدعاة الذين لا يرغبون في المنهج السلفي؟ يقبل الكلام الحق ممن قال به، سلفي أو غير سلفي، وإنما يرد الكلام الباطل، الكلام السيء، الكلام الخطأ هو الذي يرد على صاحبه كائنا من كان. يقول السائل: بعد دراستنا لصلاة الخوف وأهمية المحافظة على الصلاة، ماذا نفعل مع شخص ترك الصلاة بالكلية وناصحته عدة مرات وهو في السكن معي؟ الواجب عليك المناصحة لمن تخلف عن الصلاة أو ترك الصلاة بالكلية، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فيجب عليك هجره، ولا مجالسته ولا الإيواء إليه ولا الجلوس معه، لأنه غير أهل لأن تجلس معه. يقول: لدي أنواع الإخوة الثلاثة، فأنا أقدم الإخوة لأم على الإخوة لأب في الإحسان، هل عملي صحيح؟ العمل صحيح حسب علاقتك بالواحد منهم، فيجوز لك أن تقدم ابن الجيران على الأخ إذا كان ابن الجيران أصلح وأحسن استقامة معك، فلا يلزم الإخوة أن يكونوا سواء، بل عليك أن تصل الرجل الواصل المستقيم وتقطع علاقتك بالأخ المنصرف عن طاعة الله جل وعلا، فتكون صلتك بالله فقط، الواصل لأمر الله تصله، والمنقطع عن أمر الله تقطعه. وإن كان غرضك الدنيا فلا بأس أن تصل من يصلك في أمور الدنيا، وتقطع من قطعك في أمور الدنيا من لا يصلك ولا يواسيك. يقول: اشتغل البعض هنا في المسجد الحرام بالتصوير، وخاصة المعتمرين وغيرهم، فما توجيهكم لهم؟ السكن والتصوير في السكن وفي المسجد الحرام وفي جميع الأمور محرم إلا لحاجة وضرورة، كأن يكون المرء محتاجا إلى بطاقة ويحتاج إلى تصوير شخصه،
أو إلى جواز سفر أو غيره فهذا ضرورة، وأما ما عداه فما هو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء أنه يقذف المصور وصورته في النار فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق فخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. هذا تعجيز لهم بأنهم لا يستطيعون ذلك، فيحرم على المرء أن يصور، ولا يغتر بكثرة التصوير لأن انتشار الحرام لا يدل على إباحته، فانتشار التصوير وغيره كانتشار الربا وغيره من المحرمات لا يدل على حله، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك ويبتعد عنه. يقول السائل: ما هو أفضل ذكر ودعاء في الحرم، وما هو أفضل الأعمال بعد العمرة؟ أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، والذكر كله حسن: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهكذا يستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي استمر في الذكر دائما وأبدا. والله جل وعلا يعطي الذاكرين الله كثيرا أكثر مما يعطي غيرهم. يقول السائل: هل ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يهتم بكتب الردود؟ لا يا أخي، لا ينبغي له ذلك، بل يكون عند نفسه حصيلة من كتب التوحيد والفقه والحديث والتفسير، يكون عنده رصيد يعتمد عليه ولا يعتمد على ردود الناس بعضهم لبعض. يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وتكشف عن ساعديها ووجهها أمام الرجال للضرورة كالزحام الشديد؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ولا عن يديها أمام الرجال الأجانب، بل عليها أن تستتر بستر الله جل وعلا ولا تفضح نفسها، بل عليها أن تستتر بستر الله جل وعلا وتبتعد عن كشف عورتها، فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، وهي عورة بالنسبة للرجال الأجانب في جميع جسمها. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع بصير عليم بما في الصدور.